مساء الخير. الطقس المتقلب رح يستمر لبكرة السبت خاصة بالقسم الأول من النهار ليعود ويتحسن طقسنا تدريجيا وبيستمر مستقر ودافئ مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بين الأحد والثلاثة. إذن لبكرة جونا غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط للأمطار المتفرقة وكيف رح تتسجل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال عكر عم بتسجل 16 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 19 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 15، اللقلوق 8، زحل 15 وجزين 13 درجة. نسبة رطوبة الساحلاً بتوصل لـ 75%، الرياح جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذن كيف يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للسبت جونا بيستمر غائم جزئياً إلى غائم ومتقلب خاصة بالقسم الأول من النهار ودرجات الحرارة بتستقر على 19 درجة ساحلاً. للأحد والتنين جونا بيعود مستقر قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة لنهار التنين وبتسجل 21 درجة لنهار الأحد وبترتفع ل 23 درجة لنهار التنين. للتلاتة جونا مستقر غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية الغربية القادمة من تركيا لا تستقر على 20 درجة ساحلاً. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس في لبنان. تصبحوا على خير.